لا يعني بص، في بص خلينا نبقى يعني ايه صراحة دلوقتي، بقى في جبهات، يعني بقى في قناة نادي الزمالك بتتكلم بالرؤية بتاعتها والسيناريو بتاعها بتاع القناة اللي بتمشي عليه. طيب قناة الأهلي نفس الكلام برضو، لها السيناريو بتاعها. المفروض الإعلام اللي في النص بقى هو ده بيبقى المحايد، تمام؟ يعني الإعلام اللي في النص، لأن القنوات الفئوية هي طبيعي جدا بتبقى أساس القناة، لكن الإعلام اللي في النص بقى يعني زيك وزي الكابتن أحمد شوبير مثلا، أو سيف زاهر، أو إبراهيم، فيبقى فيها بقى مصداقية، يبقى هو ده يبقى الإعلام الفير، هو الإعلام اللي يقول كلمة حق، الأهلي غلطان ولا الزمالك غلطان. شايفنا بنفتقد ده. انا هتكلم بشكل عام، بس شايفنا بمعنى ان انا معاهم، مش عايزك تقول لي مين اللي مش فير، لكن هل شايف انه لا الاعلام اللي في النص ده بين الاهلي والزمالك مش فير؟ مش لحد كبير يعني، اعتقد يعني مش لحد كبير، في بعض الاراء اللي هي انا بسمعها سواء تخص هنا او تخص هنا، لا غلط، لا مش كده، لا كان بس ممكن تتقال كده. الرأي بيحتمل، يعني ده رأي مش معلومة، ما دام هو رأي فبالتالي مش شرط إن رأيك يكون هو الصح أو رأيي يكون الصح، ممكن احنا نقول رأيين عكس بعض تماما لكن الاتنين ليهم وجاهة، ليهم منطق، فبالتالي ما دام هو رأي. لا اصل هي مش موضوع رأي، موضوع ان انت دلوقتي بتتكلم على احداث بتحصل او وقائع بتحصل او حصلت، فانا بقولها، تمام؟ فانا بقولها، فبالتالي لازم اقولها بالطريقة الصح، سواء فيها غلط، حاجة سلبي او حاجة ايجابي. لكن ما اجيش مثلا اجيب الموقف القديم اللي حصل موقف سلبي واقول عليه دلوقتي ايجابي، او اداريه، فاهم. او اداريه ما اقولوش، فاهم ازاي؟ لا، واضح. اللي بيحصل دلوقتي ان انا لو في موقف سلبي مثلا ممكن اتغاضى عنه ما اقولوش، اقول الايجابي، فهي دي وبعدين عدم وجود موضوعية احيانا في بالظبط. تناول وبعدين بعض الامور. خلي بالك يعني المشاهد برضو فاهم وعارف كويس قوي يعني. طيب بما انك اتكلمت عن القنوات الفئويه، بتكلم على قناه اهلي وقناه زمالك، خلينا في قناه الزمالك بانتمائك انت يعني وزملكاويتك الكبيره، وبما انها هي القناه المستمره في بث حي دلوقتي، تمام. بتعبر عنك كزملكاوي ولا لا؟ مش كل الأحداث يعني، في في حاجات، ان مثلا يعني خبر مثلا زي نادي القرن ولازم نتكلم عليه والكلام ده، انا حاجه تفرحني يعني، حاجه كراجل زملكاوي ان انا اتمنى يبقى نادي الزمالك نادي القرن. تمام. لكن لما اجي ابص للاحصائيات او المعايير اللي اتحطت عليها النادي القرن، لا لازم نتكلم بقى ونفهم يعني، بعيد عن ان اللي اتحط ده صح ولا غلط، تمام. لكن اتحاد افريقيا حطها، لكن انا كزملكاوي اتمنى ان نادي القرن يبقى نادي الزمالك. لكن في بقى بعض المواقف او بعض التجاوزات دي اللي بتزعلني يعني. تجاوزات.